بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج سبحان الله واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق آمنت بالله صدق الله العظيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صخاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله